افتح الشباك عاد اقول لك شيء. ما افتح. ترى والله اسوي شيء مال مخابيل. ايه شو تسوي؟ يعني شو اسوي؟ اخذ انيس واروح بعد ما ارجع. هيات انيس يمي. ليش هيجي؟ فتحي فتحي. ليش هيجي؟ مو جايب لك هديه. شكرا ماري. ايش قد قاسية، بس أنا اللي تطيت شيء كلش مهم عندي. أمي طتنيها قالت لي لا تطيها لأي بنية اللي التحبها. هاش لزمي على اللعبة. بس مو تنزعي من نيدتش. شكل حلو. يعني هذا ألماس؟ لا فيك. أكيد ألماس. شنو؟ والله ما أدري. يلا خلاص روح روح. خلاص. خلاص شوك ايش صاير؟ بس لا جايين ياخذون يوسف. هسه عساج شفتي المصيبه اللي جبتي لي اياها؟ شو دق الباب؟ نسوان وحدها. نقتحم البيت؟ لا دق الباب. صار سيدي. اقول سيدي شنو صاير؟ هم عفاف. لا تتدخليني بشي ما يخصك. لا بس قصدي بنات ودنيا ليل وشرطه زحمه. روحي خلي نشوف شغلنا. اي سيدي رايحه. يلا يما يلا. علي شو القران اللي تفتحيه؟ القران اذا فتحتي الباب مو قلت تفتحيه. اخلاص شو اسوي؟ ما شوفوا يوم هجبوا الباب. اي شو صاير؟ تفضلي انت واختك مطلوبات يمنا بالمركز.